اهلا وسهلا اهلا وسهلا وبالشفاء ان شاء الله. كلمه mind the source of disease، الفكر هو نبع الامراض. الانسان هو المرض الوحيد في العالم. طبيعه منا مريضه، الانسان مريض. اذا بتشيل الانسان من الطبيعه بترجع الطبيعه الطبيعيه. رح فرجيكم هالصوره. كل مرض له خليه، له نقطه. كيف اليوم عم نشوف الامراض اللي عم تشفى بالتنويم المغناطيسي؟ لان علاج طبيعي هي بالفكر. فرويد اول الناس، بس ما في لزوم تروح لمطرح. انا فيك تقعد قدام المرايه، مريم تقعد قدام المرايه وبتحكي مريم، بتحكي حالها، ما حدا رح يسمع لي مثلي، وحدي ما في حدا بحكي على العيله، ما حدا قاعد ينتقدني مثل ما بدي. بقرا عربي، بقرا القران الكريم، برتل وبجود على ذوقي، ما حدا سمعني تيقول لي ضمي وفتحه وكسره، الله قبلني مثل ما أنا. فإذا ما حدا بيقبل حدا إلا أنت بالوحدك تكون، وبوحدك وبوحشة بتلاقي إنه أوه مني وحدة. فإذا في حدا عم بيسمعني، واللي عم بيسمعك أوقات كتير بتشوفه وبيشوفك وبتصير في هيك جلوة، يا حبيبي يا الله منين إجت؟ ميني ساتوري بسموها الرؤية، وقت اللي بتعرف إنه الموجودين كل الأئمة والقديسين والأولياء والأنبياء موجودين، بس اخلع نعالك اللي تراني أعمالك، يعني مش بدي أقعد ما ترسل. كنت بدي أحط هيدا على راسي ما عرفت، بس هلأ اشتريت منه. مش تقول كوني بدي أتحجب وتحجبه، لا إن شاء الله كون محجبة بالكفن وبدون الكفن. ولكن لما في أي ألم إذا بتربطوا الراس تنتبهوا، بتصيروا Attention is the nourishment. الانتباه هو التغذية والغذاء والشفاء. تربط الماما هيدا على راسها وبتربط المريول وبتفوت على المطبخ. الطبيب يلبس الأبيض، رجل الدين بحط على راسه وبيحط البدلة الخاصة. ليه؟ لأنه أنا المريضة بس شوف الحكيم مبصر، بس شوف الخوري برتاح، بس هيدي بس من برا. لازم من جوا يكون عندي هالانتباه هالوعي. أها ما زال الله فيه الشافي. لحو هون مريم، شو عملتي؟ واجه نفسي بنفسي بدون حيا وبدون ذنب وبدون ضعف. ربي قبلني مثل ما أنا، وحده اللي بيحبني مثل ما أنا وبيقبلني بدون ما يحكمني. No condemnation، بدون إيديني. Do not condemn حتى نفسي، اقبل حالي مثل حالي. من هون بلش بصير، وش بفكر؟ بتفكر. اليوم العلم أكد وصريح وقال كل الأمراض اللي عم بتشوفوها بأجسادكم هي ناتجة عن الفكر. صاروا عارفين إنه التنويم المغناطيسي هو علاج وهمي، بس هالوهم حقيقة بيقبلها الجسم مثل المحاية. شو هي هالقوة اللي بتشفي؟ What is this healing force؟ هل هي الدواء؟ العملية؟ انت في كتار بيروحوا على المستشفى بيقولوا ماني راجع، انا عارف بدي موت، لما رح يسحيني هالدواء ما رح يشفيني. The healing force بيقول whatsoever is done by a man in silence, in peace, in joy will be medicinal, will be distributing health. It will be a healing force. كل شيء الإنسان بيعمله بصمت وبسلام وبفرح، هيدا هو الطب. بيتوزع هالعلاج بجسمك وهالصحة، وهيك بتشفى. وقت اللي بتستغفر بتشيل الألم. 55% من أمراضنا من الاستكبار، اللي عنده ذرة من الاستكبار ما بيدخل الجنة. شو يعني الجنة؟ يعني مطرح اللي فيه شفاء وبلاء من الله في سبيل الفناء بالله والبقاء. ما معناته ببدي الألم، الألم بذكرني إنه عندي إجر،
الألم بداية أنت بذكرني عندي دينة، الألم بإيدي بتذكر إنه عندي إيد، بس لما بتذكر عندي إيد بدي أشكره. شو عملت فيها؟ بدها تحكي هاي مع الوقت، بكرة بس تروح عندها لغة إلها، عندها زبزبين بتحكي. اليوم العلم بصير يقرأ أنت وماشي، بيعرف شو بيك من صوتك، وبالإيد بس تموت تعطي علامات بيصورها كيرليان لأهل العلم. فإذا جسمي بيحكي أفكاري النوايا، مريم بتمرد مريم، الإساءة مني أنا، الحسنة من الله. كل واحد منا بده يعرف هو شو لازمه، أي نوع من الأكل، أي نوع من التياب، أي نوع من المرض. بدك تعرف إنه في شيء كتير مهم، هي الضحكة، هي الفرح. الضحكة بيوحد الفكر، ما بيعود في فكر، بصير ذكر، بصير تفكر وذكر وتأمل. انتوا عم تضحك تبقى ناطر النكتة، يلا ابو العبد. لو ما ابو العبد بلبنان، ولو ما في فرح وضحك وبيركبوا نكت، كان في امراض اكثر. ليش الاولاد ما بتمرض الا اذا نحن؟ هيدا بيضرك، بتخاف، بتنضر، بتعطيها حبه عدس، ماما هيدي دواء بتصحح، بتصح. لسيبه النوايا. فاذا شو العمل؟ اقرا، تامل بالخير، تفاعلوا بالخير تجدوه. ما تقول فعل الندم وتحس حالك مذنب، لا، ما في ندم، خلاص شفت الغلطه معناته تجاوزتها. فاذا انتبه شو بتاكل وكيف بتلبس وكيف بتنام ووين بتروح وكيف بتمشي. بدي راقب، المراقبه، شو اكلت، شو عملت بهالامانه. رح احكيكم مريم بتسالوني عن الحجامه. نعم، هلأ الحجامة اللي بيقدر يعرف يعملها بالألوان، بعد ما حدا عم بيعملها بالعالم العربي، ببيت السلام بتتعلموها وبنعملها. أو حجامة بالإيد فيها كل الألوان، إيدك عن جسم شبيه كتير بالوضوء ولكن أقوى. وبالألوان، كل الألوان السبعة موجودين. انتبهوا ما تحطوا على الفقرات الظهر، شلو هون الايد فيها، الايد بتلمس اكثر. فاذا بنستخدم الحجامه، بنستخدم الكي بدون ما ندق بالجسم. بس الطعام مهم، والنوايا والاستغفار، انك تقبل اكسبتنس انه انا جبت المرض وربي امر فيه طبعا لحتى اتعلم. أنا المسؤول. في كتير أشياء بالنوايا بتصير. بتعرفوا هون في عنا قصة بلبنان، بيقول مدري ليش بس مات هالرجال وقعت العريشة. موصولين نحن بكل شيء حوالينا، والله الفرس ماتت. شوفوا هالقصة، مش بس العريشة والفرس. قال كان في بالصين أصحاب اثنين، واحد يلعب الجيتار أو العود والتاني يسمع. كل ما كان يلعب جيتار عن الشجر يشوف الشجر، كل ما يلعب الجيتار عن المي يحس بالمي، كل ما يلعب الجيتار يقول له هيدا عن الجبل يشوف الجبل. وفي نهار مات صاحبه اللي كان يشوف الموسيقى، وهو كسر الجيتار، راح الوتر، انقطع الوتر، لأنه اللي كان اللي عم بيلعب واللي عم بيسمع واحد. فإذا وقت بتشوف جبل بتقول سبحان الله، فات فيك. شو بشعة هالمرة، فاتت فيك. شو ما بتقول الصدى بيرد. هذا هو علم الأذان، علم دق الجرس، علم الصوت. هيدا الخوري ربع الجرس، ربع القلب. انت بتطوف سبع مرات حول مربع. تصور أربع خلفاء، أربعة بحرف العين. فإذا أنت نعرف أكثر عن هالجسم واللي ساكن بهالسكن وبهالسكينة، اقرأ. بس السر فيك، بس بده كتاب. هلأ الأمة العربية صحوة الكتاب عنا، ولا بدنا سياسة، ولا بدنا اللي عم بيصير، ولا حرب ولا دمار، ولا نقعد على التلفزيون لهالبرامج بالانحطاط. لا، ما بدنا نشارك بالانحطاط، بدنا نشارك برفع الحيط.
تكون في بيني وبينك عمار وجوار والجار للجار لو جار. بس بدي أقرأ الأسرار محطوطين في كل الكتب من الثورة إلى الخفايا إلى الجسد والحسد إلى النكاح إلى الحكمة. كل يوم القلب بيعطي أكثر من كتاب. إنت كتاب الله، شوف هالكرم. ولكن بدنا ننزلهم على ورقة مثل الأم طفلة على إيدها والكتاب على إيدنا. قد ما كان الكتاب حقه غالي رخيص لأنه عم بيعطيك أغلى، وبهالكتاب عم نزرع بيوت للحق في العالم العربي. لازم يكون عنا، بقول له يا رب قبل ما تاخذ هالأمانة شوف بيت بلبنان، بيت بسوريا، هيك عند الجيران وكل جار لجار، ونتعاون نقدم أجمل أرض. إذا تقدمت الأرض بلبنان وبسوريا بدل ما نشتري أرض نعمل 3 بيوت بدل البيتين، ونصرع الأردن، وهيك من بدن إلى بدن منزرع الكفن، علم الكفن، كتاب عن الموت. بلا ما تخافوا من هالكلمة، كلنا عم نموت كل لحظة، فن الموت لنموت. فإذا شو المشكلة اللي عم بتصير فينا من الجهل؟ أمراضنا عم ناخدها ومنركض ومنحط حق أدوية ومستشفيات ومنسافر على أمريكا. ما تسافروا على أمريكا، هون أكبر مستشفيات بأمريكا، والعلم والأطباء والاختصاصات والمكانات والتكنولوجيا. لكل أمراض الفقراء مرض أخف. رح فرجيكم البيت يلي إن شاء الله بده يكون بيت الحق، وكل يوم عم بيتغير. كل يوم روي بيقعد وبيقول بتلفني مريم ليك شو صار معك. كلنا عم نقوي بعضنا من بعد ومن قرب. هالبيوت كانت موجودة قديما في كل الأمة العربية وبعدها موجودة. بدنا نرجع نعيد بناء الإنسان وبناء الأكوان. فإذا هالإنسان بهالشكل اللي هو مبني بالطريقة اللي بيقدر يقعد فيها وينام فيها، هيك البيت بده يلبسني. ما بده يلبسني الجن، الإنس. إنسان أنا. هالكتاب اسمه Meditation, the only medicine. مين قال هالكلام أفضل من الحبيب؟ تأمل ساعة خير من عبادة 70 عام. مستشفيات أمريكا 99% عم بتحط موسيقى تأمل، وعم بتحط علماء يجوا يعلموا علم التأمل. إنك تتأمل بهالأكوان، تتأمل بنفسك، بتنسى مرضك. مش بتنسيه بتتجاهله، لا، لأنك بتواجهه مهما كان المرض. على فراش الموت واجه الموت، بتصيرنا موت. قبل بساعة بحضر أوقات الإنسان يكون عم بيموت باللي ميتشوفوته، ببلش يقول لي خصوص الولد الصغار ما بيخافوا، بيقول لي جراما تيتا اجري هون، بس يقول اجروا هون، بحط إيدي على هالغدة تاي مسكلها، حط ايدي بصير بقول ما فيني لكم الاطفال كيف بتنتقل، بصير برجع ابي لي ايده تقول لي انه اجره صارت هون، ما بقى يحس، مات كل الجسم، ما بيعرف يعبر اكثر، بس الاجر بشوفها هيك صغيره، غمض العينين. موسيقى ناعمه حتى ترفعوا هالموسيقى الى سدره المنتهى ان شاء الله، مقام القرب. فإذا آخر لحظات الإنسان متألم، نعم، كيف بيواجه الألم؟ لازم يكون عندنا وعي ونواجه الألم، مش مثل هلأ عم بصير مخدرين بكوما. الجسد بس يفوت بالكوما، الإنسان ما بيفوت. هونيك كيف فيك تحكي؟ بيضل يسمع وبيضل يقشع وبيضل يشوف، بس أنت كون حده، كون حده واعتبر انه واعي، وخبره عن الولاد وخبره عن جوزه وقل له كل شيء مرتاح، يا ماما روحي ومطمني بالك، طمني بالك نحن هون موجودين راضية مرضية، بدها تكون مطمئنة، طمني بالك.
ونكون وعدنا صادق انه ما رح نترك فلان وما رح نترك فلان، واذا عليك دين يا ماما نحن رح نعرفهم ورح نوفيهم، ويمكن يصير في رحمه كمان ويقولوا في سماح يسامحوا عفو حتى تموت مطمئنه. لانه بلحظات الموت وبسكرات الموت كثير في صعوبه عند الانسان يلي ميت عليه دين بكل طبقات الدين. فاذا نتذكر انه التامل والتفكر والتدبر والتذكر شفاء. التنفس ما تروحوا لعند كل واحد يقول لك انا بعمل ريبيرثينج، انتبهوا كثير قليل، ما بعرف حدا بالامه العربيه. فاذا انت مسؤول عن انت مسؤول عن جسدك، الكتاب موجود وبتقرا. فيكم تجوا تدرسوا بلبنان او بامريكا باوروبا، ما عندنا مركز بعد بيدرس وبيعلم. بأسف لكم اللي عم بيعلموا بالأمة العربية، بيجيني إيميلات فلان بالسعودية وفلان هون وبيعطوكم أشياء ممنوعة. أنتوا قروا الكتاب وهيدا جسمكم. ما صحينا يا مريم ليك شو صار فيي، دفعت 8000 دولار حق الحبة، خاصة يلي عم بيدفعوا بلوف الدولارات حتى يفكوا حسد وسحر. أنت فيك تعملها 9 ستار كي، نعم علم التوافق، بتغير اسمك أو بتغير أسماء البيت حدا من البيت، تعمل خريطة لأهل بيتك، فيك تعملها ببيت السلام بتدرسوها. 9 ستار كي بالإنجليزي محطوط على الموقع، صعب تترجم بالعربي، بدكم تجوا تسمعوا. شوفوا صحتك بالصحن حكيتها، وبرجع من عيد كل ما عدنا كل ما زدنا. التكرار بيعلم الشطار، كل ما منتنفس كل ما منعيش إذا وقفنا التنفس. فإذا كل نفس هو آية، وبين كل نفس ونفس في آية اسمها الموت، لنا موت. فإذا أنا المسؤولة عن جسدي وعن أفكاري وعن النوايا، وما تكون عندنا كبت، الكبت بيولد الفلت مثل اللي عم بتشوفه هلأ. الكبت يلي من الناحية الجنسية في عندنا كبت، لازم تكون أعزب أو لازم تكون سلبت منك مجوز بتول الرجل والمرأة، لا. وقت ما نقول علم واسع كتير ستنا فاطمة البتول، غير ما انك تكون انت ناسك وعازب وما تستخدم جسدك، لا. الجسد له احاسيسه وله شعوره وله طاقات ومقامات وله حق. لجسدك عليك حق، وإلا بدك تدفع الحق بالدنيا وبالآخرة. بس بدك تتمتع بكل متعة باحترام، احترم المتعة وتمتع باحترام. تعرف على جسدك كل واحد منا. إذا أنا هلأ شلت راسي ما بعرف جسمي، لأني مغطايته كتير، ولأنه عيب لازم غطيه، ولأنه حتى بالحمام ما فيني اتطلع، ولأنه ما فيني اتطلع بابني وببنتي وبجوزي، وعيب ولو كانوا صغار. هذا جسد عيبه كله زنا وخطية، وخلقنا بالخطيئة العظيمة. لا. الجسد هو معبد وهيكل الله، احترمه تيحترمك، حبه تيحبك، تعرف عليه تيتعرف عليك. ما عم بقول لك تعرف، تعرف. عشت مع قبائل عريانة، خبرتكم نحن الضيوف إذا بدك لبست كفن، بس الإيدين فالتين والإجرين تتقدر تمشي والوجه. بس هني عندهم العلوم والاحترام لجسمهم أكثر من أنا اللبسة والمكفنة. وخبرتكم لما قلت لها لقايا، بس أنتوا ما عندكم دين وما عندكم أنبياء، ما أسترجي أحكي مع الفيفامو أقول بعدك صغار. قالت لي من سينا الله تيبعث لنا أنبياء، الله هو الأكوان هو المكون هو كل شيء. فإذا أنا المسؤولة عن جسدي، وقد ما نحكي عن الصحة ما عنا صحة وما عنا صحوة. بدها تجي الصحة بالصحة، العلم بالتعلم، صوموا تصحوا، مش صوموا عن الطعام، عن الجوارح. جرح ألم نشرح مش ألم نجرح. في كلمة شروط قلت لكم بالسانسكريت، يعني في شرط للجسد، مش شرط نقص. في علم اسمه المشط بلغة كمان من عربية، بتاخد المشط وبتمشط كل شعرك وبتقول كل الأمراض، لأنه ليه المسارات كلها عم بتمشطهم. ما تستخدموا مشط بلاستيك لا، في خشب، في ايديك، في هون،
مشط المرض مشطهم. وانت عم بتمشطهم تذكر انه نحن كلنا عائله وحده كسنين ومشط. فاذا عم بيشتغل بالنوايا كل عمل عباده، مش عم بصلي وعم بفكر كيف بدي انه بس اعمل لك مصليه لالك، بجرب انه يلا هيدا بيفهم عمل فيه ضرب. لا، كلنا منروح ومنحط العصافير، بتعرفوا لحتى نلقطهم بلبنان بحطوا لهم مصليه يصلوا العصافير. لا، ما تقتل عصفور، ما تقتل، مش بس ما تقتل، لا تقتل، لا تخلي بطنك كله جيف وجتت. تعلمت انه الحبيب كان ياكل ثلث قبضة اليد لحم مرة بالأسبوع، ثلث قبضة اليد. شوفوا اليوم شو عم ناكل. فإذا راقب الطعام، راقب الغذاء، راقب طريقة وشريعة الأكل، راقب الرداء شو بتلبس، هيدا غذاء، راقب أي متى بتنام، كيف حياتك بالبيت، كيف أفكارك، شو توجهك، شو دورك بهالحياة، شو عندك رسالة، شو جيت تقول، شو رح تترك وراك وقدامك وعيمينك ويسارك. فإذا كل واحد منا يقول أنا بدي ساهم ببناء مسجد، هيدا هو المسجد. ربي بني أكبر مسجد، بس هلا صغير. بدي إمام، بدي إنسان، بدي يكون من العارفات والعارفين. هون فينا نقول منغير الكون، مش بالسياسة، مش بالانتخابات، مش بتغيير الوزراء والوزيرات، مش بتغيير البي ومنجيب ابنه والابن بجيب الابن ومنضل من الحفيد للجديد وما في شيء جديد للجد وللابن وللحفيد. تغيير من الداخل. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولكن بدنا نتغير مش بالدم وباللحم، بالعظم وبالجسم. قال في واحد عربي مريض بده دم، طلبوا ما لقيوا، في واحد يهودي بيكون الدم على دمه، عطاه اليهودي. قام العربي بعت له رويز رويز، بعت له مجوهرات، بعت له مصاري، يعني ما فيني اقول لكم هالعربي شو عطاه لليهودي. رجع كمان مريض العربي، اكيد اليهودي عطى دم. قام العربي جاب له هدية زهرة هيك شيء. قال له ليش هلا صرت بخيل؟ قال له لأنه دمي صار يهودي. انتبهوا، كل شيء بيعدي صار بخيل. وهيدي منا بس خبرية ونكتة، هيدي حقيقة. نحنا شو بناكل، من مين، من مال حلال أو حرام؟ إذا بيكل مال حرام شو ما عملت ما رح اشفى. الحبيب ما كان ياكل صدقه. وقت اللي اجت ام وقالت له ابني كل يوم بيشتري تمر بمصرياته، فيك تقول له بيسمع منك؟ قال بعد ثلاث ايام جيبي، ما اكل تمر ثلاث ايام. حتى الكلام يكون صادق. وهو سيدنا محمد النبي تيعلمنا درس إلنا وتيشوف حتى هو. فإذن كيف كنا كل لحظة بدنا نكون صادقين؟ هيدي كالقابض على الجمر، منحاول قد ما منقدر، والإنسان بيقدر لأنك خليفة الله. ما زال غيرنا قدر، نحن منقدر، القادر موجود فيك وفيه. فإذن الشفاء هو من الفكر، هو من النوايا. أكيد اليوم بدنا نتبع النظام الطبيعي لكل داء دواء والله الشافي. بس بدي انتبه عند مين بدي روح. انتبهوا، مش لأنه طبيب نفساني أو لأنه مع شهادة أو لأنه بتقولي أنا دكتور فلان وصاحبها دكتور فلان بروح بيحضروا مؤتمر. اليوم بتشتري شهادة دكتور ودكتور أو دكتور، بتشتريها $25، ما في أكتر منه بأمريكا وهون. وبتحط شهاداتك على الحيطة وبتحكي، بتحكي حالك أنك جاي من إنجلترا وجاي من لندن وإنجليزي. كلنا كنا ننبهر بالأجانب، فرنجي برنجي، شقرة وعيونة خضر، شو ما كانت بتصير دكتور خضر. فإذا ما تبتسموا للناس اللي بيبتسموا، هيدي كلها سياسة
تصوروا كيف كلنا بنضحك، هيدي سياسه. ليه بده يضحك؟ هيك علمنا اولادنا من انه صغار، حب التيتا وابتسم للصوره، بنبتسم للتصوير وللتزوير. وما في اكثر من التزوير بهالامه، باسم الله وباسم الطب وباسم الدين وباسم الشعارات. ما بقى في شعور. انت المسؤول، ما حدا مسؤول عنك وعن عنك الا انت. انت المسؤول عن نفسك بالاول. اليوم ما بقى عندنا عذر، الكتب بالبيت، المجلات موجوده. شوف هالصوره شو حلوه. ليش الطبيعه منا مريضه؟ ليش الديك منه مريض الا اللي بيعيش معنا؟ كل الحيوانات يلي الانسان ما عم بيدقرها بعدها طبيعيه. صور حلوه مثل هي تكون على حيطان البيت، تكون بكتب الاولاد، تكون بالمدارس، حتى ما نقتل الحيوان. شوفوا هالطبيعه، كيف فيني اقتل هالعصفور؟ مش بس بغني، هو عم بينظف الارض وعم بينظف لي ديني، عم بينظف سمعي وبصري وحواسي كلها، عم بيقوي فيي الحاسه السادسه. كلنا لازم نتذكر ونشوف انه ما في انسان بدون صحه. لازم يكون عندنا صحه. ما فيني فرجيكم شو هالصور، بخاف اعرضهم، ولكن المجله موجوده اذا بتجيبوا اوشو تايمز، كل شهر بتطلع. كيف قدروا يعملوا اجمل مجله في العالم؟ كل الناس عرفوا انه هيدي اجمل مجله. The Secret of Secrets، سر الاسرار. ليكوا هالكتاب بك اربع كلمات: لا اله الا الله. ولكن بتشوفوا الاسلام الحقيقي غير الاسلام اللي بتشوفوه، المسلمين غير الاسلام، والمسلم غير المؤمن. نعم، نحن وصلنا لهالمحطة من الانحطاط لأنه فرقنا، ما وحدنا، ما بقى عنا زرع، ما عم نعرف نزرع بذور الحكمة. ملهيين بالنقمة مش بالنعمة. كل واحد منا يدق على قلبه يفتح الباب. تتذكروا الملك اللي عنده ثلاث أولاد، ثلاثة تريبلت بيشبهوا بعضهم، أغنية مثل بعضهم، حلوين مثل بعضهم، وكل شيء. قال له للحكيم: شو بدي أعمل؟ مين بدي يكون؟ قال له: يلي أكثرهم لياقة حقيقة. قال له: شو كمان؟ قال له: امتحان. أعطيهم كل واحد كيس قمح، قال لهم: أنا غايب سنة. وغاب. بس إجا: شو عملت أنت بكيس القمح؟ قال له: يا بابا عرفت أنك بدك ترجع، رحت بعته، حطيت المصاري، وهلأ أعطيتك ياهم، تفضل. قال له: أنت تاجر بنك. وأنت شو عملت؟ قال له: أنا عرفت أنه بدك ترجع، قلت: شو بدي أعمل فيهم لحتى لي هيك؟ ما قدرت روح بيعهم مثل خيي، بس خبيتهم، جبت لك ياهم، ريحتهم مهرية. قال له: أنت جاهل. وأنت التالت شو عملت؟ قال له: أنا رحت تعلمت الزراعة مع المزارعين، تعال شوف شو عملت، زرعت كل المملكة فيها تاكل، كل حبة 70,000 حبة. وهيك كلنا بسنابل القمح، وإن شاء الله نحن نكون قمح الأرض وملح الأرض وخليفة الله على الأرض.